أهلاً بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أخي مالك أهلاً وسهلاً بك. أهلاً بك يا أخت فرحة. منين خد محمد عبارة تبارك الله أحسن الخالقين وادعى إنها وحي؟ في الحقيقة لو رح يسمع أي شخص اتربى من نعومة أظافره في تعليم المساجد والإسلام رح يجاوبك بكل بساطة أنها من الله أكيد مباشرة عبر جبريل، ولكن قصص وأسباب النزول وكتب تفاسير تقول غير ذلك. في التفاسير الموجودة وكل مصادر القرآن تقول بأن ذات مرة كان محمد ذات لجزء من سورة المؤمنون فوصل إلى النص الرقم 14، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وإلى آخر العبارة. فكان في عنده شخص إلى جواره قال تبارك الله أحسن الخالقين، فقال محمد اكتبوها هكذا نزلت. فكانت مفاجأة أن محمد توقف عند عبارة ما معينة، ولكن الشخص الذي نطق في هذه العبارة دفع بمحمد لإكماله إلى مقطع أطول، فصار لدينا أضيفة فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني في شخص هو اللي قال أبدأ إعجابه بالجملة القرآنية اللي قالها محمد، فقال تبارك الله أحسن الخالقين، فمحمد قال له اكتبها. مين الشخص ده؟ نعم، الأخبار تحكينا عن ثلاث أشخاص محتملين. البعض يقولون بأن عبد الله بن أبي سرح، وآخرين قالوا لا عمر بن الخطاب، وروايات أقل شهرة تقول معاذ بن جبل. وإيه النتيجة؟ والنتيجة طبعا النتيجة اللي بخص القرآن بغض النظر عن مصير هؤلاء الأشخاص، النتيجة أن لدينا نصا بالقرآن شخص بشري تم إضافته إلى القرآن. فالواضح إذا كان محمد نحن نجد أن محمد كان منفتح على المشاركات الجماعية في كتابة القرآن. واضح أن كان محمد غير متمسك بالحرفية النص القرآني عندما أضاف إليه هذا الشخص أو أعطاه هذه الفكرة، قبل بإضافته ويقبل بإضافتها رغم أن فيها خطأ. تبارك الله أحسن الخالقين، هو في خالق فوق زي الله يعني؟ لا، ربما بعض الشارحين يقولون لك بأنك يعني بأن المسألة موضوع الخالق أن كل شخص عنده إبداع معين، والخالق زي الإبداع يا أخي مالك. يعني فالموضوع في أن خالق شيء أو مثلا بالمعنى، وليس بمفهوم الخلق اللي بمعنى أن تعدد الخوالق أو تعدد الآلهة يمكن أن يجدون فيها يعني تبريرا. ولكن النقطة أن محمد كان منفتح، الواضح أن كان غير كان متمسك بالحرفية النص. النقطة الأهم من ذلك أن الواضح أن كان القرآن في حالة تشكل. يعني كان يكتب أو كان يقرأ على المسلمين، وكان المسلمون يتداولون الرأي مثل أي كاتب بيحكي مع شخص آخر يقول له ما رأيك في هذه الكتابات، يقول عبارتك جميلة لو أضفت هذا الشيء، يعني عملية تنقيح للنص. فالواضح أن كان لهم من حول محمد، وفي حالة هذه الآية احتمال أحد هؤلاء الثلاثة، قلنا عبد الله بن أبي سرح أو عمر بن الخطاب أو معاذ بن جبل، أحد هؤلاء الثلاثة قام باجتهاد ونصيحة تحريرية إلى محمد، فقام محمد بتحرير إضافي لهذا النص. أنا بشكرك أخي مالك، أنا بشكركم أعزائي المشاهدين. يبقى تبارك الله أحسن الخالقين ما هيش جاية من عند الله، ولا جملة جه بيها جبريل، لكن اللي جه بيها واحد من الثلاثة دولة، يا عمر يا معاذ بن جبل يا عبد الله ابن أبي السرح. فيعني إيه رأيكم في القرآن بقى؟ شكرا جزيلا، نلقاكم في حلقة قادمة من قرآنية.